يحفظكم الله يخلي لكم الصحيحة. كنت مجوجة في راجلي، كنت عايشة بخير الحمد لله، خصني خير، ولكن ملي مات الجوج ديالي قلبت عليا الدنيا، وخرجت تحكم عليا بإفراغ، خرجت في حالياتي، خرجت أنا وبنتي. دابا أنا كنت لاوح، أنا وليت كارية، ولو الناس عانت معاناة بزاف وعشت معاناة بزاف، فلقى في النبات فلقت في شي حاجة، وتلاوحت كتير من بلاصة لبلاصة، من دار لدار عند الناس، مشيت حتى الجامع ونجلس حدا، تلاوحت بزاف، دازت عليا بتلاوح، وليت فقس، مرضو لي الرجلين، مشيت على الطبيب قال لي خصك تحيديهم جوجهم، خدام ضرب التمر، كنت نخدم عند العيالات، نمشي عند العيالات نجفف نحك كل شي تنديرو، ونجي ما ناكل. ودابا ملي تحكمني الافراغ وخرجت وتفقست على رجليا، ملي مشى نشدني هاد المرض في رجليا، مشيت عند الطبيب قال لي خصك تحيديهم جوج، ما تخليهمش ينرا، ولاو كحلين كلهم السكر، كلهم ماتوا. قلت لي لا نخليهم، صافي انا ميته ميته خليهم. قال لي لا ما نقدرش، ما
نخليك، انا غادي نحيدهم ليك، على قبل الدريه ما نقدرش نخليك الدريه تقضي في الخلا، واخا تبركي حداه غادي حيدهم ليا. دابا وليت معاقه، طليت نصيب لا نخدم ولا والو، عندي القلب توا فتحت عليه، درت عليه عمليه، تقلبات عليا الوقت، تقلب عليا الزمان. ما ضنيتش باش نرجع في هاد الحاله وباش نوصل في هاد الحاله، ما ضنيتهاش. ودابا وليت انا مقعده جالسه مريحه، شي حاجه الجامع وتنجلس، مره كيعطيوك اللي عطاك شي حاجه كيعطيك مره ما كاينش داكشي ديما. ودابا مع هاد كورونا ما كنقدرش نخرج، حتى البلاصه، والشغل ما تسدو، انا جالسه غير في الدار، ما كنلقى لا من نسخن، لا من برد، لا من نصير، لا باش نخلص لك راه لا والو. عندي هاد البيت كاري انا ب20,000 ريال، دابا عندي 3 شهور هادي انا ما مخلصاش لك، راه عنديش باش نخلصو. مسؤوليه نصير، ومسؤوليه بنتي، ومسؤوليه ديال الصير. عندي عند 10 سنين، اش غنقول لك، مره اي مره لا. هذا هي الأدية سنة الحياة، ما عنديش ما ندير، الحمد لله والشكر لله، كرفص بزاف حياتي بزاف. دابا راني بطليش نقدر تنهضر بزاف، اني عندي القلب ما نقدرش نهضر فيه بزاف، الا هضرت بزاف تيضرني. كنبقى ناعسة، كلشي هاد كورونا تسدو الشوام، هاد كورونا دابا تسدو الجوامع، ما طليت نقدر لا نخرج لا والو. يعني رفعوا عليا ناس كنمشي الجامع، كيشوفوني مقطع رجليا كيرفعوا عليا الناس. دابا راني وليت غير جالسه في الدار، انا صايمه والفطور ما عنديش باش نفطر، انا صايمه دابا الفطور ما عنديش. الله يرحم لكم الوالدين ويخلي لكم الصحيحه، شوفوا من حالي، غاتني الضروره نديرها لك، ما كرهتش. يعني وليت مقعده دابا، ما نقدر لا هكلها، لا ما نقدر لا نخرج، لا نخدم، لا ندير حتى شي حاجه. يعني رجليك محيدين بجوج، ما تقدرش، ما تقدرش تخرج، تمشي تخرج ما تقدش. يعني في كروسه دابا، دابا نخرج ونفكر في بنتي، نفكر في كل شيء. مشكل عندي ديال الكره، هو اللي عندي مشكل بزاف، ماشي سهل الكره، راس واه صعيب بزاف. 20,000 ريال الشهر، اللي شافني مقعدة بحال هكا مكيبغيش يكري ليا، هاد الناس مولي كراو ليا معاهم، مكيبغيش يكري ليا، يقول ليا انتي خاص اللي يخدم عليك ويعيشك باش تخلصي الكرا. الله يشوف حالي، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالي، الله يخلي لكم صحيحتكم، شوفوا من حالي، الله يخلي لكم صحيحتكم. اخوتي وخواتاتي، شوفوا من حالي، والدي ميتين الله يرحمهم، شوفوا من حالي، غير وحدي في هاد الدنيا، معايا الله سبحانه هو اللي معايا. شوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يخلي لكم الصحيح وطول لكم العمر. الرقم ديالي هو غادي نديرو في الشاشه، اني راه ما كنعقلش عليه.